إخواني أخواتي السلام عليكم، نرحب بكم في سلسلة النباتات الطبية العطرية مع النبات رقم 9 وهو نبات الدرم، يسمى يعني هناك من يسميه بخزانة مخزنية وهناك من يسميه بخزانة برية، ولكنه يسمى الدرم باللغة العربية ويسمى عند الأمازيغ بإيجرش، ويعني وهو يفيد في علاج يعني انتفاخات الأمعاء وله فوائد كثيرة جدا على الجهاز الهضمي، ومفيد أيضا في علاج الضعف الجنسي عند الرجال، وله يعني تراكب في وصفات علاج الأمراض الجلدية، ويدخل ضمن أدوية الشعر لعلاج القمل، فهو نبات ممتاز من الفصيلة الشفويات وله عدة فوائد أخرى.